يركض الإعلامي السعودي المعروف خالد قاضي على سرير الشفاء بقسم العناية الحثيثة في إحدى مستشفيات المملكة. بسبب وعكة صحية ألمت به وحالته العامة حاليا مستقرة بحسب ما ذكرته صحيفة المدينة السعودية. الإعلامي السعودي خالد قاضي يصارع المرض في العناية المركزة. وخضع قاضي للفحوصات الطبية اللازمة في مستشفى شرق جدة، والتي أثبتت حاجته لتدخل جراحي نتيجة الإصابة بالزائدة الدودية. وهنا الأستاذ حمدان سلمان الغامدي خضع الزميل والأستاذ الكبير الإعلامي خالد قاضي للفحوصات الطبية اللازمة في مستشفى شرق جدة، والتي أثبتت حاجته لتدخل جراحي نتيجة الإصابة بالزائدة الدودية. دعواتنا له. فيما توافد عدد كبير من الإعلاميين لزيارة زميلهم والاطمئنان على صحته. ولقي خبر دخول خالد قاضي إلى المستشفى تفاعلا واسعا عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي منذ الأيام الماضية. إذ غرد كثيرون من زملاء خالد متمنين السلامة لقاضي ومشيدين بمسيرته المهنية الحافلة. وتضاربت الروايات حول حالته الصحية، حيث كتب حمدان سلمان الغامدي أنه يركض على السرير الأبيض نتيجة مضاعفات العملية الجراحية، ودعواتنا له بالشفاء العاجل. دعواتكم لخالد قاضي بالشفاء. يركض الإعلامي خالد قاضي على السرير الأبيض نتيجة مضاعفات العملية الجراحية، ودعواتنا له بالشفاء العاجل. ده حمدان سلمان الغامدي. وقال إعلامي آخر أنه منوم في العناية المركزة بإحدى المستشفيات لوقود قصور في وصول الأكسجين للمخ، دي ممكن تتسبب في حالة خطر. عبد الرؤوف ناجي: الإخوة الأعزاء، دعائكم للزميل الإعلامي خالد قاضي حيث منوم في العناية المركزة بإحدى المستشفيات لوجود قصور في وصول الأكسجين للمخ، نسأل الله له الشفاء العاجل. وهنا جرين فالكون: اللهم اشفي خالد قاضي شفاء عاجلا لا يغادر سقما، واشفي جميع المرضى المسلمين. وتوالت تعليقات إعلاميين ومواطنين سعوديين عاديين بالدعاء وتمنيات الشفاء للقاضي. ده الإعلامي السعودي المعروف خالد قاضي. كتب نصراوي واقعي: لا بأس طهورا إن شاء الله، ألف لا بأس عليك يا أستاذ خالد قاضي. اللهم رب الناس أذهب البأس، أشفي أنت الشافي شفاء يغادر سقما، اللهم آمين. تركي الخلياوي: خالد قاضي، نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وبرحمتك التي وسعت كل شيء أن تشفيه وتعافيه وترد لأهله ولنا سليما معافى، إنك ولي ذلك والقادر عليه. كل ده 8 سبتمبر النهارده. عبد الرحمن الحذيفي: ألف لا بأس عليك يا أبو عنان، يا طيب القلب والنية، لم ألتقيه يوما ما ولكن جمعتني به كثير من جروبات الواتس وبعض الاتصالات، رجل طيب. عبد الله التميمي: اللهم رب الناس أذهب البأس، أشفيه أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما. كل الناس بتحبه نتيجة قلبه. ربنا يشفيه إن شاء الله.